بعد سيطرته على الطريق الدولي دمشق حلب واستعادته أورم الكبرى جنوب غرب حلب، تتجه القوات السورية نحو الطريق الثاني الموازي بالأهمية العسكرية، وهو إدلب حلب أو ما يسمى الطريق 60. عندما يتم إحكام السيطرة على أيضا عقد الطرق التي تربط مدينة إدلب وخاصة عبر طريقها القديم بآخر إنجاز، عندما حرر الجيش أورم الكبرى وقبلها الفوج 46 وهو العقدة التي تقع على طريق الأتارب، لأن هذا الفوج هو شرق الأتارب، وبالتالي الأتارب هي تقع على طريق حلب إدلب القديم، وبذلك يكون الجيش في الحقيقة قد أسقط المشروع التركي الذي يهدف إلى إقامة منطقة آمنة في مثلث إدلب معرة النعمان جسر الشغور. وحدات الاقتحام بالجيش السوري أحكمت قبضتها على قرى جديدة باتجاه بلدة الأتارب الاستراتيجية، ويرجح كثيرون أن تتجه لاحقا إلى معبر باب الهوى الحدودي وهو الأهم مع تركيا. خطوة سريعة في طريق التحرير، وهذا أكبر دليل على أن هنالك استراتيجية سورية روسية أيضا تعرف ماذا تفعل وتعرف كيف تخطط، وكل هذه الأقاويل والمسائل والأمور والتركيزات التي تتحدث عن مسائل متعددة كلها هباء منثور إطلاقا. بخطى متسارعة يسعى الجيش السوري لتحقيق أهداف معاركه، وعلى الرغم من تعقد خارطة الميدان إلا أن متابعين يرون أن أعين دمشق تتطلع لكامل ترابها. 1200 كيلومتر مربع هي المساحة التي استعادها الجيش السوري منذ بدء عملياته في ريفي حلب وإدلب، مساحة غيرت الكثير من المعادلة على الأرض. من دمشق، مشلين عازر، RT.